اشرحه سريعا جدا. الالرجي بصفه عامه نقدر نقسمه لحاجات اكيوت وحاجات نسبيا جراديوال او كرونيك. وهي الانفلكس واحد يمكن 1 في 10,000 انجكشن لو بيستند ممكن انها تحصل. المشكله ان هي 10% من الكيسز اللي قايلها انفلكس هتبقى فيتال. كتير من الحاجات اللي بتبقى موجوده عندنا اللي هي اللي هنقولها كلينيكال بيكتشر اركتيكاريا وجديدينا وشوك وانفلكس صوره كامله ممكن تكون زي الصوره اللي هي معلش هي سخيفه شويه وبعيده شويه. ستيفن جونسون من الحاجات اللي بتبقى موجوده فاحنا بنشوفها مع السلمونا مايز مع المسلم مع الفيتوين مع النيتروجين بالذات لو اتاخد معاها الصوديوم جالوم. الانفلكس السيريس ورابد والانسيت بتاعها بيحصل within 1 to 2 minutes. والحقيقه مرات بتحصل مع واحد اول مره ياخد اول حاجه بس حضرتك متنساش ان في عندي انا خدت انتيجنز بالبريست ميلك او السكين اكسبوجر او الانتي بايوتكس موجوده في انيمالز او في اكل انا واخده او مع انهاليشن وبالتالي السكند اكسبوجر ده بنشوف بس الفيرست ممكن يكون هيدن. في حاجات كتيره قوي بتعمل انافيلاكسيس من ضمنها الانتي بايوتكس طبعا بس الفاكسينز بتعمل وبعض المأكولات بتعمل الكلينيكال بيكتشر زي ما قلتها ممكن جل ارتكاريا وانجوزيما ريسبيراتوري مونوس فاز ريسبيراتوري تاكيكارديا وشوك وجي اي تي ابدومينال بين وبكرر ان هو الانسب بتاعها within minutes. عشان كده لو انا بدي حقنه لطفل وقام حصل دلوقتي مويه يبقى غالبا ده دلوقتي الميديال ده مش انافيلاكسيس امال هيبقى فين تاني اتاك اللي انا هرفع رجليه واحسن السيركيليشن بالطريقه دي. التريتمنت وده صلب الموضوع بتاعنا هي ميديكال ايمرجنسي واهم دواء في الانافيلاكسيس هو الادرينالين ولا ستيرويدز ولا اي في دايليتورز ولا برونكودايليتورز ولا انتي هيستامينز هو الادرينالين. وهنتكلم عن الادرينالين في 4 كلمات اللي الدوز 0.01 ملي جرام بير كي جي الماكسيمم نص اقول اللي هو نص ملي جرام. الروت بتاعنا اي ام ولا سبكوتينيوس ولا انترافينوس والسايد الانترولاترال اسبكت اوف ذا ثاي والدايلوشن بتاعنا 1 في 1000 اللي هو تركيز الانبوب نفسه اللي هو بيجي هو 1 في 1000. يبقى حضرتك هتدي الادرينالين ثيك كونسنتريتد مش هنعمل له اي دايلوشن. يبقى احنا بندي شرطه لكل 10 كيلو من اللي هو بالسرنجه 3 سنتي 10 وحدات بسرنجه انسولين بس هتستخدم حضرتك سن سرنجه 3 سنتي عشان يدخل جوه العضله نفسها لان ممكن احط الادرينالين في سرنجه الانسولين بس لازم السن يكون طويل عشان يوصل للمصل. بكرر تاني ولا هو ستيرويد ولا انتي هيستامين ولا اي فلوز ولا بيتا 2 اجونست. من القصص اللي موجوده عندنا سريعا جدا الكيفالوسكورين سكين تيستنج هو بكلمه واحده لو بنختصر هو مش حاجه ستاندرد ومفيش اي ستاندرد تيست فور ذا سكين او سكين تيست لانتي بايوتيك غير اللونج اكتيف بسن اللي هو غالي جدا ومش موجود. وحتى احنا لما بنعمله للناس كومبلكسز الروماتيك فيفر ما بنعملوش بطريقه مظبوطه. التيست مش فاليديتد خالص. المفروض ان انا بوصل الكونسنتريشن اللي انا هحقنه انتراديرمال 10 ملي جرام بير ام ال ودي هختم بس الاستادي اتعملت على 1400 اكتر من 1400 طفل عملوا لهم سكين تيستنج لل قبل ما يكون كيفالوسكورين طلع منهم 74 طفل عندهم بوزيتيف سكين تيست كلهم ال 74 خدوا الكيفالوسكورين في مستشفيات اندر سوبرفيجن ولا واحد منهم حصل له اي حاجه وبالتالي السكين تيست ده هو ما يعرفش بتاعته زيرو وبالتالي كان ديبند على حاجه زي كده ولا لا. تاني تو تيك ذا تيك هوم مسج ان الانفلكسيس نوت ريل وفيتال وسكين تيست مش ريلايبل وكونفينينت في كتير من الحاجات وانه هي بريفنتبل وان السكين تيست فور كيفالوس فورين از نوت ستاندرد ولا ريلايبل. وشكرا لكم. المجموعه دي عنيفه على فكره. طبعا انا ليه انا احمد مؤدب الصورة دي عشان تفتكر الانجكشن صارت. طب مش هتفتكرها لان مش هتنساها. ما ينفعش تتاخد هنا والادرينالين يتاخد هنا. واتحدى لو هتنسى الصورة دي تمام؟ اعرف هتدي فوق الادرينالين فين؟ لان في ناس بتدي الادرينالين في الدماغ هيشتغل بياخد وقت اخر هو هيشتغل بس ممكن يكون العيان وبالتالي الريكومنديشن انت تديه بقى هاي خلاص تمام. Thank you very much. كلمتكم بسرعه جدا واشكركم المعلومات الطيبه. ممكن رؤساء الكنائس